احترامي يعني كلامي يعني احترامي يعني هو اللي بيحبك انت المفروض ان احترمك ولا هو الحب كده سايبه كده وساخه كده الحب ينجح كده ويمشي لا مش كده الحب يا بس مش كده الحب خالص عايزين تعرف الصح في الحب تعال اقول لك بس عايز الكل يتفاعل عشان انت ما يضحكش عليك في الحب مره تانية سواء كان بنت او ولد او اي شخص كان يحب تمام الاحترام قبل الحب مهم جدا الاهتمام مهم جدا التضحية والإحساس والقيمة وإن أنا أو أنت تعرف قيمتي وإحنا الاثنين نعرف قيمة بعض ونقدر بعض ونتقل بعض مش كده الحب هينجح ولا الحب هينجح بحاجة تانية أه؟ لازم كده يا حبايب نتحتح ونفوق تمام أنا بقول لكم الصح هو ده الصح في الحب الحب تضحية واحترام وأسلوب وأخلاق غير كده العلاقة هتفشل وعمرها ما تنجح أبدا تبدأ كلامي ده أقسم بالله الحب ما ينجح أبدا حب في الصداقة حب في ربي حب في الصداقة حب في الخطوبة حب في الجواز في الحلال الحب احترام تضحية أما الحب بالطريقة التانية دي تبدأ كلامي ده مش هينجح والله ما ينجح وعمل السير ودعم